بكم من جديد. بعثها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لسلطنة عمان. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدا جلالته حفظه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من التطور والازدهار.